ننتقل بعد كده لجزء Classified Balance Sheet، الميزانية العمومية المصنفة، يعني العناصر اللي فيها متصنفة أو متقسمة لتقسيمات فرعية. عندنا طبعا 3 عناصر بنكون بيها البالانس شيت: حسابات الأسيتس وحسابات اللايبيليتيز وحسابات الإيكويتي. الأسيتس واللايبيليتيز فقط هم دول اللي ليهم تقسيمات فرعية، الإيكويتي ملهاش تقسيمات فرعية. الأسيتس بتنقسم لـ Current Assets ونون كارنت اسيتس. الكارنت اسيتس معناها الاصول المتداوله، او ساعات بنقول عليها الاصول قصيره الاجل. النون كارنت اسيتس تعني الاصول الثابته او الاصول طويله الاجل، يعني ساعات بنقول عليها فيكست اسيتس، اصول ثابته. تحت النون كارنت اسيتس في 3 عناصر فرعيه اخرى، عندنا اللونج تيرم انفستمنتس، الاستثمارات طويلة الأجل. عندنا الـ Plan Assets، الأصول الموجودة داخل المصنع لو الشركة بتمتلك مصنع. وعندنا Intangible Assets، أصول غير ملموسة. بالنسبة للـ Liabilities بتنقسم إلى Current Liabilities و Non-Current Liabilities. الـ Current Liabilities الالتزامات المتداولة أو معناها الالتزامات قصيرة الأجل. Non-Current Liabilities معناها الالتزامات طويلة الأجل أو الغير متداولة. هنعدي على كل تقسيمة فيهم نفهم معناها وإيه هي العناصر أو الحسابات اللي بتتصنف على حسب التصنيفات دي. بالنسبة للـ Current Assets ده التعريف بتاعها: Current items are those expected to come due either collected or owed within 1 year or the company's operating cycle whichever is longer. يعني هي العناصر المتوقع عليها أن يتم تدويرها في أنشطة البيزنس، سواء عن طريق تجمعها collected أو إن الشركة تكون دائنة بيها لأطراف خارجية owed، ده بيكون خلال سنة واحدة within 1 year. عشان كده بقول عليها إن هي قصيرة الأجل، فمصطلح قصير الأجل أو قصيرة الأجل معناها يعني أقل من سنة، أو على حسب دورة التشغيل الخاصة بالشركة or the company's operating cycle، أيهما بقى أطول في المدة على حسب. طب عايزين أمثلة للcurrent assets. عندنا حساب الكاش، عندنا حساب الانفنتوري، عندنا حساب الاكاونتس ريسيفبل. دي امثله للكرنت اسيتس. ولاحظ من كلمه متداوله او اصول متداوله، يعني سهل تداولها في الايد، سهل ان انا احولها لكاش. الاسيتس دي بطبيعتها بتكون سايله، سايله جايه من كلمه سيوله، ليكويديتي. يعني الكاش يعتبر ده اصل سايل في ايدي، سهل ان انا استخدمه اشتري بيه حاجات خاصة بالشركة أو أدفع بيه مصروفات للشركة، أسدد بيه ديون على الشركة. كذلك الانفنتوري مخزون الشركة بيتم تدويره طبعا في الأوبرين سايكل وممكن أبيعه، سهل إن أنا أبيعه عادي. الأكاونتس ريسيفابل دي ديون العملاء للشركة، سهل إن أنا أجمعها من العملاء عادي جدا. وهيبدأ يتضح لك معنى الكرنت أسيتس لما نشوف تعريف النون كرنت أسيتس. بعد كده معانا بلان أسيتس اللي هي اصول المصنع. تعرفها هي ايه؟ tangible assets that are both long lived and used to produce or sell products or services. يعني هي اصول ملموسه، tangible assets، ليها وجود على ارض الواقع. تتميز بحاجتين: long lived، عمرها طويل يعني اكتر من سنه، وبيتم استخدامها used to في ايه؟ produce or sell، في انتاج او بيع السلع والخدمات، products or services. وعندنا طبعا أمثلة على هذه الأصول اللي هي plan assets. عندنا equipment، machinery، buildings and land. equipment معدات، machinery الآلات، buildings المباني، land الأرض. طبعا كل دي أصول ممكن استخدامها في إنتاج السلع والخدمات أو بيع السلع والخدمات. عندنا أيضا intangible assets، الأصول الغير ملموسة. دي تعرفها long term resources that benefit business operations، يعني هي موارد طويلة الأجل بتقدم إفادة طبعا لعمليات وأنشطة البزنس. They usually lack physical form and have uncertain benefits. زي ما قلنا intangible يعني غير ملموسة، يعني معنى كأنها ملهاش وجود على أرض الواقع، فهي كده بتفتقد للوجود المادي، lack physical form. والفايدة اللي بتحققها أو بتقدمها للبزنس غير محدودة أو لا يمكن تحديدها. ما أقدرش أقول intangible assets هتدخل كام في الشهر للبزنس، أو هتحقق إيرادات قد إيه، أو هتوفر تكاليف على البزنس قد إيه. هي مجرد توقعات جزافية بتعتمد عليها إدارة الشركة في إدارة أمور البزنس. عندنا طبعا أمثلة على intangible assets زي الإيه؟ الـ patents،
اللي هي براءات الاختراع، تريد ماركس العلامات التجارية، كوبي رايتس حقوق الطبع والنشر، فرانشايزز الامتيازات، ان جود ويل اللي هي شهرة المحل. فرانشايزز دي اللي هي الامتيازات، زي مثلا عندنا شركة ماكدونالدز للمطاعم. فروع ماكدونالدز منتشرة حوالين العالم كله، ولكن مش كل الفروع تعتبر أزرع مباشرة للشركة. ممكن يكون ملاك الفروع دول شخصيات أخرى ملهاش علاقة بالشركة الأم، بالشركة الأصلية، ولكن هم واخدين امتيازات من الشركة الأصلية إن هم يستخدموا العلامة التجارية أو الاسم التجاري بتاع ماكدونالدز، ويقدموا نفس المنتج اللي بتقدمه ماكدونالدز مقابل طبعا مبالغ من المال بيدفعوها للشركة الأم على مدى فترات معينة. بالنسبة للليابيليتيز الالتزامات، قلنا معانا current liabilities واللونج تيرم liabilities. بالنسبة للcurrent liabilities اللي هي الالتزامات المتداولة أو الالتزامات قصيرة الأجل، دي تعتبر obligations due to be paid or settled within one year or the operating cycle whichever is longer. يعني هي التزامات واقعة على الشركة المفروض انها تدفعها او تسويها مع الاطراف الخارجية، والعملية دي بتتم خلال سنة او خلال دورة التشغيل الخاصة بالشركة، ايهما اطول في المدة مش هتفرق. طب ايه الامثلة على الـ current liabilities؟ عندنا مثلا الـ accounts payable، عندنا الـ salaries payable، احيانا الـ notes payable بتكون قصيرة الأجل. طب بالنسبة لـ long term liabilities، التزامات طويلة الأجل، دي obligations يعني التزامات واقعة على الشركة not due within one year or the operating cycle whichever is longer. يعني التزامات واقعة على الشركة مش شرط يتم الوفاء بيها خلال سنة أو على حسب دورة التشغيل الخاصة بالشركة، أيهما أطول في المدة. من الآخر نقدر نقول long term liabilities بتعدي السنة، يعني ممكن تستمر سنتين ثلاثة أربعة في حالة مثلا لو الشركة أخذت قروض من بنك ما، هذا القرض هيتسدد على مثلا ثلاث أو أربع سنين، فنقول loans payable. ده كده مثال لل classified balance sheet، ميزانية عمومية متقسمة بقى بالتقسيمات الفرعية بتاعتها. مثلا عندنا الـ assets اهي متقسمة الـ current assets، وفي الاخر جايب الناتج او اجمالي الـ current assets. نشوف كده الحسابات المندرجة تحت الـ current assets، معنا الـ cash، accounts receivable، supplies، prepaid insurance. كل الحسابات دي بتدور في دورة التشغيل او خلال سنة من اعمال البيزنس، وسهل تحويلها الـ cash. بالنسبة بقى للـ non-current assets، معانا البلان assets والequipment تبعها، وبننقص طبعا من الequipment الaccumulated depreciation، بنحط الرقم طبعا ما بين قوسين كده عشان نبين هو بنقصه من الرقم اللي قبله. في الاخر بنطلع ايه التوتال assets. عندنا liabilities دي تقسيمتها، عندنا current liabilities اولا، تحتها يندرج accounts payable، salaries payable، unearned revenue. ايضا الـ unearned revenue بيكون تبع الـ current liabilities. مفيش هنا طبعا long term liabilities او non current liabilities، فخلاص بطلع الـ total liabilities عندي، تطلع مقدارها ده. والـ equity تحتها الحسابات بتاعتها عادي، ملهاش اي تصنيفات فرعية.